بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونلتقي معكم في هذه الحلقة الخاصة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ الإمام الدكتور محمد خاطر عيسى. نستضيفه في هذه الحلقة الخاصة، وقبل أن نطرح إليه أسئلتنا نرحب بفضيلته في هذه الحلقة. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ، يسرنا أن نستضيفكم في هذه الحلقة التي بإذن الله تطلون من خلالها للسادة المشاهدين بتوجيهاتكم ونصائحكم التي تقدمونها من وقت لآخر طيلة هذا الشهر الكريم. ففي بداية هذه الحلقة فضل الشيخ، منذ دخول وباء كورونا في بلادنا، فإن الناس فضل الشيخ يعيشون في ارتباك بسبب هذا المرض وبسبب هذه الجائحة التي صاحبة الناس. هل هناك من توضيح لهذا الأمر فضيلة الشيخ للناس حتى يتقبلون هذا الواقع الذي أصبح شيء نعيشه يوميا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة في بداية اللقاء أشكر التلفزيون التشادي الذي أتاح لنا يعني فرصة كبيرة لنقوم بمثل هذه التوجيهات ومثل هذه التوضيحات التي يستفيد منها المجتمع عموما، ونشكركم لهذا اللقاء إن شاء الله. حقيقة الارتباك الحاصل هو حقيقة ليس يعني مقتصرا علينا نحن يعني في شات، وإنما الارتباك واختلاط الأمور كلها هي في العالم كله من أول لآخرة، لأن ما سبقت تجربة مرة وتجربة يعني نادرة مثل هذه التجربة، ومع الناس. وبعد ذلك يعني النتائج التي تحصلت عليها يعني نتجت منها فهي نتائج كارثية حقيقة، لأن الأمر لم يقف عند يعني هو مرض بس وبعدين بتعب الناس ولا شيء من هذا النوع، لا، يعني أرواح بشرية كثيرة أزهقت تأثير في جميع يعني في جميع المؤسسات وغير ذلك، وخاصة المؤسسة الاقتصادية وغير ذلك، تأثير مباشر. ثم بعد ذلك حتى المؤسسات السياسية والاجتماعية وغيرها، فهي يعني تأثرت بهذا الشيء، وهذا كله أدى له طبيعة المرض وطبيعة انتقاله من حالة من إنسان إلى إنسان أو ما شابه ذلك. وبعد ذلك عدم المقاومة وعدم المضاد له، يعني الأدوية لم تكن موجودة خالص، ومن أجل ذلك العالم كله الآن يعني يبحث عن يعني الأشياء الواقية التي تقيه من يعني من هذا المرض، إلا يعني فهو لا يوجد له أي دواء. هذا هو الشيء الذي حصل. وطبعا نحن في شات هنا أيضا كذلك كجزء من العالم، فهذا الارتباك انتقل إلينا يعني وجاء إلينا هنا، ونحن يعني مرتبكين حتى الآن لا نعرف يعني هل هذا هو المرض، هذا هل يذهب أو يبقى، أو إذا بقي أو إذا ذهب، أو يعني وماذا بعد مثل هذه الأشياء، وهي كثيرة جدا. بل في ناس وعدين يعني حتى الآن هي القضية لم تظهر لهم، يعني لم تظهر لهم بكون هناك في مرض وشيء من هذا، ويعني ترى الناس يتحدثون يعني هل يعني الموت الكثير في مثل هذه الأيام، يعني منذ وقت طويل، هل هو بهذا المرض ولا هو المرض هذا أحدث لنا وفيات جديدة شيء من هذا النوع. كل هذه الأشياء نحن الآن نعايشها في هذا الوقت. حقيقة كما قلنا يعني الارتباك هذا حاصل من طبيعة المرض الذي حصل،
وهذا المرض يعني هو أصلا ما استطاعوا تحديده، والأطباء احتاروا فيه. إذا كان الأطباء الذين لهم معرفة بالأمراض هم احتاروا في أمره وما عرفوا يعني كيفية، ومن أجل ذلك تخرج يعني تعليمات وتوجيهات متناقضة في نفس الوقت تخرج فيه، وذلك بسبب خفاء عملية هذا المرض. وطبعا يعني نحن كمؤمنين، نحن ناس مؤمنين وعارفين هذه الأشياء تجري بالأقدار بتقدير الله سبحانه وتعالى، نحن عارفين هذه الأمراض هي تأتي بأسباب معينة، لكن هذه الأسباب هي أسباب معنوية وأسباب يدركها يعني الإنسان المؤمن الذي نور الله سبحانه وتعالى قلبه وعقله وروحه، نورها بنور الإيمان، يستطيع أن يعلم يعني حقيقة هذا الشيء. ولماذا هو أخذ هذا الطابع، الطابع المزعج، الطابع المخيف في العالم كله؟ العالم كله الآن في ارتباك، يعني كل الأمور الآن متوقفة، ما فكروا إلا العالم كله ما فكر إلا في هذا المرض وفي كيفية هذا المرض. كل يعني الحالات الزمان من حب التعالي وحب السيطرة وحب المال وحب كذا وما شابه ذلك، وإلى الآخر القتل والتدمير والحروب التي تنشأ من هنا ومن هناك وما شابه ذلك، التسابق إلى التسلح وما شابه ذلك، هذه كلها الآن صارت يعني لجنب. الناس بيفكروا كيف هم يتخلصوا من هذا المرض وماذا يفعل هذا المرض، وهذه هي الحالة التي يعني يعيشها العالم الآن ونعيشها نحن أيضا كذلك. فضل الشيخ، في سياق هذا الشيء الذي ذكرتموه نرى بأن هذا المرض أصبح واقع نعيشه، إذن ما هو توجيهكم للناس من أجل تقبل هذا الواقع فضل الشيخ؟ نحن عندنا الأصول الثوابت ومعروفة، والشيء الذي قال به العالم كله، ونحن هنا في جات وحكومتنا ووزارتنا يعني أصدروا لنا بكون كيفية انتقال المرض، كيف ينتقل، طالما هي كيفية أن عرفت، حتى ولو لم نعرف له دواء ولا ما شابه ذلك، إذن كيفية عن انتقال دي لابد من نضع لها الأشياء التي تنجينا وتسلمنا من انتشاره. جميل. لأن الانتشار هذا هو الذي يأتي بالكارثة. جميل. ومن أجل ذلك لابد من تحجيمه. نحن في بداية الأمر نسمع بالمرض ولم يدخل بلدنا، في ذاك الوقت عندنا وسائلنا من السؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى وربنا يرفع مننا هذا البلاء، الله يبعده مننا ويجينا. لكن قدر الله سبحانه وتعالى، وطبعا تقدير الله لا بد منه، لأن يعني الحذر لا ينجي من القدر. ففي هذه الحالة جاء إنسان ودخل إلى هذا البلد وأدخل هذا الشيء، إنسان أجنبي ما متوقعين يجي من هذه الناحية. ثم بعد ذلك يعني بدأ ينتشر في داخل المجتمع ذاته. إذن في هذه الحالة نحن لا بد من أن نطبق الأشياء التي قالوا أنها تقي يعني تحد أو تحد من انتشار هذا الوباء. وهذا يعني وأهم شيء في هذه الواقيات فهو عدم التجمع. ما نتجمع، لأن بالتجمع ينتقل من إنسان إلى إنسان، ففي هذه الحالة يحصل الانتشار. إذن في هذه الحالة لا نتجمع، ونحن يعني كمسلمين يعني نرى أن التجمع عندنا دي شيء ضرورة، أولا يعني ناحية العبادية، وأيضا كذلك حتى ناحيتنا يعني الاجتماعية والأسرية وغير ذلك، لأننا نحن أسر مترابطة ومجتمع مترابط بعضه مع بعض، عندنا اجتماعاتنا وما شابه ذلك. فإذا في هذه الحالة يعني طالما التجمع يؤدي إلى هذا، نحن بحمد الله بحثنا في أمر الله، يعني شفنا الشريعة وشفنا يعني النصوص الموجودة عندنا، ففي هذه الحالة وجدنا يعني الضرورات تبيح المحظورات، لا ضرر ولا ضرار. إذن في هذه الحالة يعني لابد من الوقاية، وضع الوقاية حتى
يعني هذا المرض لا ينتشر فينا حتى يؤثر تأثير مباشر وكبير. من أجل ذلك يعني أصدرنا يعني هذه الفتاوى على أساس أن المساجد هذه يعني تعطل. هي المساجد الآن ليست مغلقة ولكنها معطلة من الناس، لأن يعني المسجد كان مغلق لا يرفع فيه الأذان، لكن الآن أذاننا يرفع من المساجد وشابه ذلك وإلى الآخر، لكنها معطلة لأن الناس ما يجتمعوا فيها. والنية طبعا اليوم من نيتنا نحن يعني تعودنا على أساس أن عبادتنا كلها بتكون في المسجد، فالإنسان عندما يذهب إلى المسجد تأتيه روحانية معينة بخلاف ما يعني يصلي في البيت ولا ما شابه ذلك. وهذا هو الشيء الذي كنا نحن إليه، وإلا فعباداتنا كلها في البيت أو في أي مكان كان عباداتنا كلها صحيحة تصح وما عندها مشكلة. وطالما التجمع أدى بنا إلى هذه الغاية الغير مرغوبة وغير يعني مرادة وهو انتشار المرض، ففي هذه الحالة قلنا لابد من يعني عدم التجمع في المساجد سواء كان لصلاة الجمعة أو يعني صلاة الأوقات أو بعد الاجتماع الذكر في ذكر الحيلة لعصر يوم الجمعة أو الوظيفة أو غير ذلك، وكذلك التجمعات في الحلقات العلمية والمدارس وغيرها وجامعات وغير ذلك. وعليه فإننا يعني في هذا لابد من أن نتفهم الغاية ونعرف أننا يعني نريد عدم انتشار هذا المرض ونريد السلامة للمجتمع. أسابكم الله فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى سماحة الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى. طيب شيخنا، إلا أن هناك نرى أن هناك في غضب واسع وكبير فضل الشيخ لدى كثير من الناس، يقولون بأن العلماء والمشايخ تبعوا النظام، تبعوا الحكومة في قراراتها وعطلوا الصلاة في المساجد. فضل الشيخ، هذا الكلام سبق وأن طرحناه لكم في حلقات سابقة، ما هو توجيهكم فضل الشيخ للناس من أجل أن هذا القرار ما اتخذه العلماء والمشايخ إلا من أجل المصلحة العامة؟ والله يعني هذا شيء معروف وموجود بالفعل، يعني كان واجهناه من أول دخول المرض وما شابه ذلك وإصدار هذه الأشياء. نحن النظام بنوافق على أساس أنه هو النظام ماذا يستفيد بمنع الناس من الشيء ذا. النظام يعني هو يريد السلامة للمجتمع، يريد السلامة لمجتمعه ويريد السلامة لمواطنينه، ما شيء آخر، لأن ما بيستفيد شيء من يوقف الناس يقول لهم كذا. لكن نحن كقيادة دينية فنحن بنعرف يعني الضرر الذي يحصل باجتماع الناس. هل من رؤية فضل الشيخ لكم أنتم في رئاسة المجلس من أجل إعادة الصلاة في المساجد ولو بطريقة متباعدة أو كذا؟ والله هذه يعني محتاجة لها لتدريب، يعني محتاجة لتدريب، وفي مجتمعنا نحن ده من الصعب تكون. أولا بالأول يعني ناحية التعقيم عندنا ما موجودة، ما عندنا المقدرة، يعني على إطار الدولة ما عندنا المقدرة كون نحن يعني نعقم كل المساجد ونعقم كل الناس الداخلين. ثم أجهزة الكشف هذه يعني وكما رأينا يعني في باكستان وغيرها، يعني المسجد معقم كله من أول لآخرة، وبعد ذلك الناس الداخلين دول يعني الواحد أجهزة الكشف كونه ما مصاب، ما مصاب حتى بعد ذلك يعقموه أيضا كذلك، ثم بعد ذلك حتى يدخل في هذه الحالة. يعني الناس الداخلين دول ده أصلا يعني الناس ما عندهم مصابين، دول محققين ما مصابين. جميل. نحن هذه الحالة ما بتتوفر لنا، ما بنقدر لها. ليشنو؟ لأن مساجدنا هذه لا ضابط لها ولا رابط كثيرة. وبعدين نحن طبيعتنا نحن ناس بنحب الصلاة وبنحب العبادة،
من أجل ذلك الناس كلهم ماشيين للمساجد. إذن في هذه الكبير والصغير المرء والراجل كلهم دايرين المسجد. نحن بنشوف المسجد ده فوق لنا راحة نفسية وفيه راحة يعني فيه راحة عقلية وما شابه ذلك، ومن أجل ذلك نحن بندور الشيء ده. إذن في هذه الحالة مساجدنا مكتظة، ومساجدنا هي ذاتها مالي للمستوى الواسع حتى يعني تستطيع أن تستوعب كل الناس. فإذن هذه الحالات كلها بنقول نحن ما بنقدر يعني ننظم نفسنا مثل الناس اللي هم بنظموا، وبعدين بيعيدوا الصلاة بحيث أننا نحن الإنسان ده يقعد من ده يعني متر يعني من الجانبين كلهم. نحن كان جينا في الصلاة دي لابد من حط الكتف مع الكتف، ودي دي المشكلة، لأن هذا اختلاط على طول، كل نفس ده بيمشي لده ده نفس ده بيمشي لده، خلاص في هذه الحالة خلاص المرض منتشر. حتى الإنسان الواحد في المسجد الواحد، الإنسان الواحد ممكن يشيل الناس دول كلهم، ما فيش أي يعني، ودي تبقى مشكلة كبيرة خلاص. من أجل ذلك نحن أسعى ما نفرحانين بالشيء ده، ولا شيء ده هو يعني موافقة للنظام، لا، وإنما نحن دايرين المصلحة للمواطن حتى لا تنتشر هذه يعني الكارثة والجائحة، هذه الجائحة المتعبة متعبة جدا يعني لا تنتشر بين المجتمع، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيلها عنا، ويوم من الأيام إن شاء الله نجد حالتنا ترجع كما كانت بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر السادة المشاهدين بأننا في هذه الحلقة نستضيف فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ الإمام الدكتور محمد خاطر عيسى في هذه الحلقة الخاصة التي يطل من خلالها فضيلته للسادة المشاهدين لتقديم التوجيهات والنصائح حول مجموعة من الأسئلة نطرحها في حلقتنا لفضيلته. فضيلة الشيخ، الحكومة التشادية من وقت لآخر تقدم القرارات والضوابط للمواطنين من أجل الالتزام بقراراتها التي تسعى من خلالها للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، من حيث غسل الأيدي ولبس الكمامة وكذلك التباعد الاجتماعي وغير ذلك من الضوابط. فضيلة الشيخ، في المقابل أنها أيضا تشرك رجال الدين العلماء والمشايخ من أجل القيام بدورهم في مكافحة هذا الوباء. سبق وأن كانت لكم فضيلة الشيخ هناك توجيهات للسادة المواطنين من أجل قراءة القرآن الكريم والأدعية لمكافحة هذا الوباء. في هذه الحلقة التي نقيمها بمناسبة نهاية هذا الشهر الفضيل، بماذا تضيفون للناس من أجل القيام بدور أكبر وأكثر في هذا الإطار فضيلة الشيخ؟ الحكومة عندما تصدر لنا مثل هذه الأشياء هي تريد لنا السلامة والعافية، فإذا هذا الشيء يعني نحن إذا كانت غسل اليد أو ما شابه ذلك الالتزام بالنظافة، هذا إسلامنا دعانا إليها قبل الكورونا وغيرها. أيضا كذلك يعني استعمال الكمامات يعني حتى يعني الإنسان يسلم من نفس الآخرين أو ما شابه ذلك، فهي تحمي له هذه المنافذ، لأن هذه المنافذ فقط هي التي ينفذ منها هذا الفيروس، ينفذ من خلال الأنف أو من خلال الفم أو من خلال العين أو الأذن. فإذا هذه الأشياء التي ينفذ منها هذا الفيروس، ولأجل هذا هذه لابد من تكون مسددة يعني ضمانا يعني. طبعا هذه كلها أسباب يعني، والإنسان لا يمكن أن يحتج بالقدر يقول لا القدر إذا كان أراد يعني نعمل كمامة أو لا نعمل كمامة هذا يحصل. نعم الاحتجاج بهذه الطريقة لا يعني ليس مشروعا أصلا، وإنما الإنسان لابد من أن يضع السبب، يضع الأسباب، ثم بعد ذلك حتى يتوكل، والقدر إذا أراد الله سبحانه وتعالى يعني حيكون مهما كان، ولكن وضعك للأسباب
هذا يؤدي يعني يعطيك يعني أجر. أنت الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا، فإذا في هذه الحالة أنت تضع الأسباب ثم تنتظر النتيجة، والنتيجة هي السلامة من هذا، تضع الأسباب وتنتظر النتيجة. ممكن النتيجة تتخلف، والله سبحانه وتعالى يجعل المرض ويدخل مهما كانت الأمور، وهذا شيء يعني هذا شيء مألوف، وهذا شيء يعني في قدر الله سبحانه وتعالى موجود، ما فيه أي كلام. في هذه الحالة نحن بجانبنا يعني الحكومة إذا كان أعطتنا التوجيهات الحسية المادية، النظافة، الكمامات، غير ذلك، نحن أيضا كذلك الناحية الثانية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أشياء مقدرة ربنا سبحانه وتعالى قدرها. إذا الرجوع إليه، الرجوع إليه بالتوبة وكذلك بالأدعية وبالسؤال وغير ذلك، وهذا كله يعني الشيء نحن نبهنا له كثير. وثم بعد ذلك ينبغي أن يعني للناس أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويطبقوا هذا الموضوع، حتى يعني تسلم لنا بلادنا ويسلم لنا مجتمعنا من هذا المرض. أسعدكم الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. شيخنا، نحن الآن في نهاية هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك فضيلة الشيخ، والناس يترقبون هذه الأيام ليلة القدر فضيلة الشيخ. ما هو توجيهكم للناس من أجل الاجتهاد في هذه الأيام الأواخر؟ والله حقيقة طبعا نحن بدأنا هذا الشهر يعني بصورة استثنائية حقيقة، والعالم كله معنا. يعني اليوم يعني إذا نظرنا لحالتنا نجد نفسنا كأننا يعني الإنسان في نفسه يقول كأنه ما صام رمضان. لماذا؟ لأن النشاطات اللي كانت في الماضي كلها توقفت، وصلاة التراويح والنشاط الكبير وحلقات العلم ويعني حلقات الوعظ والإرشاد والدراسة والتدريس وغير ذلك، هذه الأشياء كلها، المزاورات فيما بين الناس، يعني الدعوة إلى الفطور العزومات وما شابه ذلك، هذه الأشياء كلها يعني كلها توقفت. ومن أجل ذلك يعني هذا الشهر مر علينا وكأنه يعني نحن نتساءل ما كان كالحالة المألوفة التي ألفناها الشهر هذا، عندما يجي يعني يكون هناك في زخم كبير جدا يعني من النشاط العبادي ومن النشاط التعليمي ومن النشاط الاجتماعي وغير ذلك. فهذه السنة هذا الشيء لم يكن موجودا ولم يكن. قطعنا الشهر والحقيقة ما عرفنا يعني كوننا نحن قطعناه بهذه يعني القريب في الأمر. يعني أنا يوم من الأيام كان في الأيام الماضية دي يعني جاعل نفسي أنا في يوم 18 أو يوم 19، فإذا به هو يوم 21، يعني كأن الأيام هذه جرت بصورة ونحن نتساءل. إذن يعني هذا الشهر جانا الحقيقة في صورة استثنائية كبيرة جدا. لكن هناك في هذا الشهر في مواسم، هذه المواسم لابد من أن ننتهسها. ومثل ما قلنا نحن ألفنا مثل هذه العبادات كلها ومثل هذه الأشياء كلها نعملها بصورة جماعية في المساجد وغيرها، لكن يعني هذا الأمر ما يعني ممكن للإنسان الفرد أيضا كذلك يكون فيه. فمثل هذه الحالات يعني اللي مرت علينا يعني غزوة بدر وفتح مكة وما شابه ذلك، وذي العلماء من خلال وسائل يعني الإعلام يعني قدموا فيها ما يمكن تقديمه. ثم بعد هذا يعني الليلة القادمة هذه يعني هي ليلة 27، وطبعا معروف يعني العلماء يعني أثبتوا يعني بأي كيفية كلها أثبتوا أن ليلة 27 هو يعني يوم 27 هو يوم يعني ليلة القدر، هي ليلة 27، وهذه هي الليلة القادمة هذه فقط يعني في هذه الحالة. والمطلوب من الإنسان يعني حتى ينال الفضل الموعود به في ليلة القدر، هي التي تكفر السنة التي يعني قبلها وعن التي بعدها أيضا كذلك، يعني
تكفر السنة التي بعدها، أي يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل التوفيق للإنسان أن لا يقف في المحظورات حتى لا يرتكب ذنبا في هذه الحالة إذا كان قبلت منه هذه طبعا. والمطلوب هو إقامة هذه الليلة، إحياء هذه الليلة في هذا الوقت. فإذا هذه يعني تحصل بصورة فردية فقط، الناس في بيوتهم، الواحد في بيته، ممكن يحط عياله شبه ذلك. وطبعا معروف أن يعني العشر الأواخر هذه عندما يأتي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشد المأزر ويوقظ أهله، يوقظهم يعني. وده ما كله في المساجد طبعا، اللي في البيت يعني أهل بيته من شابه ذلك، العيال يحضهم على الاجتهاد في هذه الأيام وبصورة فردية. من أجل ذلك يعني الإنسان يعني ليلة القدر هذه إحياءها مطلوب، لكي يعني الإنسان حتى لا يمر عليه رمضان بدون أي شيء وبدون أي نشاط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. الآن نعرج إلى مسألة العيد فضيلة الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك في ظل الحجر الصحي، ماذا يعمل الناس فضيلة الشيخ؟ نحن يعني العيد ليست الصلاة وحدها، نحن عندنا عاداتنا وتقاليدنا يعني عندنا الشيء الكثير والكثير، وهي كلها اجتماعية تدعو للاجتماعات. وكل يعني الناس يعني الذين يريدون الحماية للمجتمع حتى لا ينتشر هذا الوباء يقولون لابد من تغيير سلوكنا، سلوك حياتنا ده لابد من تغييره. وهذا شيء واضح وظاهر. طيب سلوكنا يعني اجتماعاتنا في الأعراس، واجتماعاتنا في المآتم، واجتماعاتنا في اجتماعاتنا في يعني في المناسبات، وأيضا كذلك اجتماعنا في مناسبات العيد، دول يزوروا دول، دول يزوروا دول، ما شابه ذلك، مشوا مثل هذه الأشياء. كذلك نحن أيضا كذلك عندنا اجتماعنا في الأكل والشراب، أكل الشراب أيضا كذلك نحن بنجتمع دائما أبدا، وهذه العادة يعني متأصلة فينا. ما فيش إنسان بحط له أكل وحيدة وبيمشي بيقعد بمعونة وحيدة، بيجوا كلهم الناس المجموعة كلها بتشترك لها في معون واحد وخلاص، وياتوا كلها بتسئيدة في المعون ده وبسلها. فهذه العادات والتقاليد التي تجمع بين الناس في هذه الحالة وهي متأصلة فينا من قمنا، متأصلة فينا، كيف نستطيع أن نقلل من هذه الحالة؟ طبعا إذا نظرنا للعالم الآخر اليوم يعني العالم العربي وغيره، صحيح هم أيضا كذلك عندهم عادة الأكل والشراب في مكان واحد، يأكلون في مكان واحد لكن متفرقين، يعني أكلهم بيجيبوه وحطوه، بعدين كل إنسان بيشيل أكله في مكانه بيأكل، وذاك هناك وذاك هناك، وخلاص ما فيش إنسان يعني بيشترك مع الثاني. وهذه هي الحالات التي ينبغي لنا أن تكون. طيب صلاة العيد هي سنة، صلاة العيد سنة، وهي ليست يعني في درجة صلاة الجمعة، إذا كان خلينا صلاة الجمعة فما بالك بصلاة العيد. لكن هل الإنسان يصليها؟ كيف؟ نعم يصليها نفل، يصليها نفل، يعني هي واحدة في بيته ولا مع عياله يصليها، لكن بدون خطبة، بدون شيء آخر. فهي يقصد سنة العيد ويصليها هو في بيته. حتى أمس أنا طلعت من خلال النت يعني هناك فتوى يعني مفتي السعودية، يعني بيقول خلاص يعني الناس يعني يصلوا، أي واحد يصلي في بيته يصلي صلاة العيد في بيته يعني مع عائلته، جمع عليها العائلة وصلاها، صلى بهم، يعني كلهم فرادى صلوها، يعني ما في مانع، لكن ما فيها خطبة، بس لأن ما بتقتضي خطبة هي لتذكير الناس وشيء من هذا. فنحن أيضا كذلك نفس الشيء بنصلي صلاة العيد في البيت، وبعد ذلك يعني هي يعني صلاة سنة، يعني بعد ما ترتفع الشمس يعني قيد رمح، ففي هذه الحالة الإنسان يصليها مع عائلته، يصليها يعني منفرد،
ما في مانع في الكل، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه إن شاء الله. فهمنا فضيلة الشيخ أن هناك ما في صلاة لعيد الفطر المبارك، بأن هناك ما في صلاة لأن هناك في منع للتجمعات فضيلة الشيخ، لكن في بلادنا فضيلة الشيخ هناك لنا عادات وتقاليد، الناس يقومون بالزيارات أثناء العيد، مبروك العيد، الناس يهنئون بعضهم البعض في عيد الفطر وكذلك في جميع الأعياد فضيلة الشيخ، ماذا يفعل الناس في هذه السنة؟ نعم، هي هذه أيضا كذلك يعني ملحقة بغيرها، يعني من المناسبات التي يعني لا بد من يحصل فيها اختلاط ويحصل فيها يعني نقل للمرض وشيء من هذا، فإذا هذه أيضا كذلك لا بد من الناس يتجنبوها. يتجنبوها ويبتعدوا منها. كل إنسان الأحسن يسعى في الوقت الحاضر هذا، مثل ما قالوا لنا ياتوا كل يقعد في بيته يعني وانتظر. في هذه الحالة هذه يعني ينبغي لنا أن نكون كذلك، والإنسان حتى اليوم هناك في وسائل يعني وسائل تواصل بالتلفون، ممكن لزميلك ممكن لقريبك يعني تضرب له تلفون تهنئ بالعيد وما شابه ذلك وإلى آخر. فمثل هذه الأشياء يعني كبدائل يعني ينبغي لنا أن نتخذها هي ونبقى في بيوتنا إن شاء الله. القريب في الأمر يعني طلعت أمس في يعني في النت يعني واحد كاتب على أساس أنه كان حصل مرة يعني دخل داء الكوليرا في الكويت، فمات منه 60% من السكان قريب في الأمر. وبعدين بيقولوا مثلا يعني في عائلة واحدة يعني أغلقت بابها عليها يعني، ومن أجل ذلك يعني سلمت من المشاكل والمشاكل من هذا الداء. فإذا نحن عشان نسلم من هذا الداء طالما الأمر كذلك فنغلق أبوابنا علينا ونقعد يعني في داخلنا حتى يعني لا نخرج الشر إذا كان هو في فوقنا، نحن لا نخرجه للآخرين ولا يأتينا من الآخرين إذا لم يكن فينا وفي الآخرين موجود، ففي هذه الحالة لا يأتينا منهم. هذا هو الشيء المطلوب في هذا الوقت. هناك جانب اجتماعي مهم فضيلة الشيخ نشهده كل سنة وفي كل عام، اللي هو مسألة التكافل والتراحم والتعاون والإنفاق للناس في أيام الأعياد فضيلة الشيخ، إلا أننا وفي ظل هذه الظروف العصيبة هذه السنة قد يكون هذا الأمر جد مهم فضيلة الشيخ، ما هو توجيهكم للأغنياء وكذلك ميسوري الحال من أجل مواساة الفقراء والضعفاء في مثل هذا اليوم السعيد ورسم البسمة والفرحة في أفواه المهرومين فضيلة الشيخ في أيام عيد الفطر المبارك؟ والله الحقيقة هذا الشيء ينبغي أن لا ينحصر يوم العيد بس فقط. نحن اليوم منذ أن أغلقت الأسواق يعني أغلقت يعني هذه الأشياء يعني وجوه الكسب للناس، لأن في ناس عايشين رزق اليوم باليوم وشيء من هذا النوع، وأيضا كذلك عن هذه الضائقة يعني صاحبتنا منذ يعني الحجر الصحي، مجرد يعني دخلنا في الحجر الصحي هذه المشكلة صاحبتنا. حقيقة الناس الساعة تعبانين، صام رمضان ده تعبانين لدرجة بعيدة خلاص. الساعة ترى الناس المتسولين زادوا في الشوارع وفي يعني في دوائر الحركة وكذلك في البيوت، والدنيا دي كلها تضرب بعضها مع بعض. يعني نحن يعني ما نستطيع حتى يعني أنت قاعد في بيتك يعني العائلة كلها أو الأقرباء يأتون إليك وما شابه ذلك، ونحن تعبنا وما شابه ذلك. فإذا هذه الحالة ينبغي أن تستمر منذ بداية الشهر، ومنذ بداية الحجر الصحي ينبغي أن يكون هناك يعني أشياء مساعدات لمثل هذه الأسر. وطبعا هذا الشيء لا يتم إلا بواسطة يعني المنظمات الكبيرة، وأيضا كذلك يعني الهيئات الحكومية يعني هي التي تستطيع أن تفعل هذا، لأن الأفراد لا يستطيعون فعل هذا الشيء. حتى لو الإنسان يريد أن يساهم ينبغي عليه أن يأخذ الشيء الذي في يده ويذهب به إلى
يعني إلى الجهات المختصة التي تقوم بهذا، وكان الواجب يكون هناك في حركة وفيه نشاط بالنسبة للمؤسسات المدنية التي يعني تقوم بهذه المهمة، حتى تقي المجتمع من الجوع ومن العطش ومن يعني من المشاكل الأسعى واقعة هذه. فإذا نحن يعني ينبغي علينا أن نكون هكذا. طيب إذا كان جاء العيد وهم يعني متعبين قبل العيد، فينبغي علينا أن نتكاتف ونتعاون ونتراحم فيما بيننا في هذا الوقت. الوقت هذا كله هناك في تعب مرة واحدة بس يعني موجود، والواحد يجيك ويقول لك والله أنا سجلت اسمي في المكان الفلاني ولكن حتى الآن ما أرى شيء، والواحد حتى وجبة الـ 24 ساعة وجبة واحدة ما يستطيع أن يتحصل عليها. فإذا في هذه الحالة ينبغي أن يكون هناك في يعني في تكاتف وتراحم في المجتمع. مبادرات من الأغنياء وميسورين، هل إنه يظهر فضل الشيخ؟ الواجب 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 يكون يعني، وهذا هو وقت إنفاق المال يعني عند الحاجة، يعني عند الحاجة يعني ينبغي أن يكون هناك إنفاق من الكل، فهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يكون. والعيد طبعا هو الأمر هذا يعني أمر العيد، والله سبحانه وتعالى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا يعني فطرة يعني الفطرة يعني هذه لتكون زكاة الفطر لكي تكون يعني صلة وتكون يعني إغناء، تكون إغناء للفقير في هذا اليوم. فنحن إذا كان الأيام الماضية هذه كلها فقراء وجينا للعيد أيضا كذلك نحن فقراء، ففي هذه الحالة يعني هذا تأكيد بالنسبة ليوم العيد لابد من الناس يشدوا المأزر عشان يخرجوا مثل هذه الزكوات، وأيضا كذلك إذا كان استطاعوا أن يعطوا يعني يواسوا الناس يعني بكسوة العيد للعيال أو ما شابه ذلك، أو يعني ارحموا العيال الصغار وأيضا كذلك الأيتام والأرامل وما شابه ذلك. فكان الواجب يعني الناس يتكاتفوا في هذه الحالة، وهذا هو محل الأجر. الأجر ما هو إلا في الصلاة والصيام وحده، لا، في منفعة الناس، منفعة الناس في الصدقات غير ذلك، في التكاتف في التعاون، هذا هو فيه أجر كبير، لأن يعني منفعة متعدية، والمنفعة المتعدية أجرها كثير وأكبر من كل شيء. إذا ينبغي لنا أن يعني نرى هذه الأشياء ومثل هذه يعني الحقائق ومثل هذه الخواص، ينبغي علينا أن نرعاها ونمشي فيها، وهذا هو المطلوب من المجتمع. نشكركم فضل الشيخ على هذا الكلام الطيب وهذا السياق الجميل في حق الأغنياء وميسوري الحال. فضل الشيخ، في بلادنا أيضا هناك في أغنياء وميسوري الحال لكن تنقصهم ثقافة العمل الخيري، ونحن نعلم فضل الشيخ أنكم لكم تجربة في هذا المجال، ثقافة العمل الخيري. إن شاء الله في حلقاتنا قادمة سنفرز لكم حلقات تطلون من خلالها للناس لتقدمون لهم جوانب ومعارف حول العمل الخيري حتى نكسر من هذا الجانب فضيلة الشيخ في بلادنا. في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ما هي تهنئتكم، ما هو توجيهكم للناس في ظل وباء كورونا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذا الشيء، ويعني الوقاية هي مكونة في شيئين لا بد منها، الأشياء التي أمرتنا بها الوزارة وأمرتنا بها الحكومة لا بد من تطبيقها حرفيا، الشيء الآخر يعني الذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لا بد منه، لا بد منه، لأن هذا هو الأهم، هذا هو الأهم من كل شيء. فلا بد من كل إنسان في بيته يعني يقرأ القرآن، أيضا كذلك إذا كان لا يستطيع قراءة القرآن ففي هذه الحالة الأدعية التي قلنا عنها، وأي دعاء إن كان يعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا كذلك يقدم الصدقات للمحتاجين وغير ذلك، فهذا هو الشيء المطلوب من هذا الشيء. أيضا كذلك يعني من خلال تطبيق الإنسان لمثل هذه الأشياء يعني ما نراها، يعني إذا كان الإنسان حصلت وفاة بالنسبة لل يعني إنسان، الأقرباء ينبغي عليهم أن يتقيدوا بالضوابط التي وضعت لهم، ينبغي أن يتقيدوا بها. طبعا يعني مثل هذه الحالة
يعني الإنسان الذي يتوفى، ففي هذه الحالة يعني العدوى فوقه بتكون أكثر من الإنسان الحي حتى، فبتكون فيه صعوبة. ومن أجل ذلك يعني الحكومة خصص أي الجراثيم خلاص يعني بتعم جسمه كله. في هذه الحالة ينبغي للناس أن يبتعدوا من يعني الإنسان الذي توفي بهذا الشيء، يعني مؤكد أنه توفي بهذا المرض، ينبغي عليه يعني يسلموه للجهة المختصة، الجهة المختصة البلدية هي تقوم بسترة، يعني ممكن شخصين ثلاثة أربعة ممكن يعني يحضروا معاه، لكن من بعيد بعيد. ورأينا في العالم كله يعني العالم الإسلامي أيضا كذلك، يعني أقربائهم عندما يموتون بهذا الداء ففي هذه الحالة يأتون من بعيد ويرون، أما يعني عملية الدفن والغسل، طبعا الغسيل أيضا كذلك الحكومة والبلدية هي التي تقوم بهذا، تغسلوا بعد ذلك يعني تعقموا، ثم بعد ذلك يعني الناس القائمين بالشيء ده هم كلهم معقمين وعندهم ملابس واقية، ففي هذه الحالة هم بس بيباشروا مسألة الدفن وما شابه ذلك. فنحن يعني بانتهاء هذا الشهر المبارك يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونرفع له كف الضراعة أن يرفع عنا هذا البلاء، لكي نعود يعني سالمين غانمين ونعود على حالتنا الطبيعية التي كنا عليها، لنمارس عباداتنا ونمارس تعليمنا ونمارس يعني عاداتنا وتقاليدنا السمحة المنبعثة من الإسلام نمارسها إن شاء الله. هذا هو الشيء الذي يعني نحن يعني نطلبه ونريده إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يتمم لنا هذا إن شاء الله. اللهم إنا نتوب إليك، نتوجه إليك بالدعاء بخالص النية أن تمن علينا برفع البلاء. ومن هذا المقام يعني أنا أقدم التهاني العظيمة يعني قائد هذا البلد الرئيس إدريس ديبي يتنو باقتراب عيد الفطر المبارك، وأهنئه بالسلامة يعني ويعني أهنئه ب يعني وأهنئ أسرته أيضا كذلك يعني بالسلامة التي يعني نحن حتى الآن فيها من هذا الوباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويعني يمد لنا هذه السلامة إن شاء الله. كما أقدم يعني التهنئة لجميع حكومته، ويعني بعد هذا أقدم التهنئة لجميع الشعب التشادي يعني والمجتمع التشادي كله، أقدم له التهنئة الكبيرة يعني في هذا بحلول عيد الفطر المبارك. ربنا سبحانه وتعالى يعيده علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. حقيقة نحن حتى الآن في نعمة، إذا كان نظرنا للبلاد الأخرى يعني الموت فيها وكذلك المرض هذا يعني أثره حتى الآن، يعني في هذه الحالة نحن أيضا كذلك في نعمة ما، أخف حالتنا أخف من غيرنا. ومن أجل ذلك هذه أيضا كذلك نهنئ بها يعني مجتمعنا، ويعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم لنا هذه الحالة. أيضا كذلك يعني يهنئ يعني جميع رجال العلم والمعارف، وأيضا كذلك يعني يهنئ جميع الدعاة الذين يرشدون الناس في مثل هذه ويقفون أمام هذه المتغيرات كلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى من القول والعمل. أيضا كذلك أقدم التهنئة بالنسبة للأطباء الذين يعني يضحون يعني براحتهم ويضحون فربما بحياتهم من أجل يعني إنقاذ البشرية وإنقاذ الناس. أيضا كذلك وأيضا كذلك نهنئ يعني المقام يعني التهنئة الحارة بالنسبة لجيشنا الذي يعني حتى الآن يرابط في الصحراء، يعني الصحراء المحرقة هم الآن يرابطون هناك من أجل حماية المجتمع من الأعداء ومن بوكو حرام وغيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى لجميع هذا المجتمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يعيد لنا هذا الشهر المبارك
ونحن في أحسن حال من هذه الحالة التي نحن فيها، ويخرجنا من حالة الضيق والكابوس الذي نحن نعيشه الساعة الآن، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثابكم الله فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الردود الطيبة. بهذا القدر أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ الإمام الدكتور محمد خاطر عيسى، وحتى نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى نستودعكم الله وكل العام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يرفع عن بلادنا هذا الوباء القاتل، وباء فيروس كورونا، عن بلادنا إن شاء الله. اللهم يرفعه بمناسبة نهاية هذا الشهر الفضيل المبارك، والله يتقبل مننا جميعا دعواتنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لبلادنا أمنها واستقرارها وسلامها، وأن يوفق قادتنا لخدمة العباد والبلاد إلى ما فيه كل خير. وحتى نلقاكم أعزائي في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.